معانا أيضا أحد الأصدقاء والرفاق الإعلامي والكاتب والصحفي الأستاذ محمد مصطفى شردي. الباقية في حياتك يا أستاذ محمد. حياتك الباقية يا حبيبي، والحمد لله على كل شيء. الله يرحم ياسر، يعني أنا بسميه ابن موت، طول عمره ياسر ابن موت. دي كلمة صعبة قوي قوي. يعني بص، ناجح، مبتسم دائما، متحرك دائما، يسعى إلى الأفضل، ما كانش بيرضى إلا يعمل أقصى جهد كل في أي حاجة. فأقل مقال وأقل خبر وأقل عنوان، ومذاكر مدرسة أخبار اليوم، ابن مدرسة أخبار اليوم. خد بالك، إحنا الجيل ولاد أبناء المدرسة، يعني والده ووالدي أيوة. كانوا من أعز الأصحاب. صحيح. فإحنا كمان طلعنا أولاد أخبار اليوم. يا رب. الله يرحم الجميع يا رب. فأنا عايز أقول لك، يعني طول عمرنا خايفين على صحة ياسر، وياسر كان من النوع اللي يعني بيشيل في نفسه قوي وفي صدره، وكان متأثر صحيا، ما كانش بيهمه ده، ودايما يشتغل. صحيح صحيح. إنما الحمد لله يعني على كل شيء. الله يرحمه. أنا بشكرك يا أستاذ محمد، وزي ما بنقول نعزي أنفسنا فنعزيك. يعني في النهاية ربنا يا رب يديلك الصحة، وما نتقابلش أبدا أو نسمع صوتك في أمر محزن أو سيء إلى آخر. وعايز أشكرك مرة ثانية يا أستاذ محمد مصطفى شردي.